يلا يلا يسر اسمع شغل مايكك. شفت شفت تدخلي حلو شباب بالله يتدخل نبي نفهم بالله نبي نفهم بس تفضل تعال انا هيك خليك اخر واحد اخر واحد يلا خلي اخر طيب خلص. يا شباب يلا فيصل الفقره يا شباب اسمها تحجيره تحجير تحجيره لا هذه محتواها سمها اسم ثاني اسم جميل ليش طيب تحجير هي كذا اي تحجيره تحجيره يعني تحجيره موقفين هنا تمام يا شباب طيب فكره الفقره فضحك فكره الفقره يا شباب فكره الفقره ممكن تكون حتى متكرره كم مره بس انا ما اطول عليكم باخذ 5 اشخاص بس لاني اعرف ما ابغى امل لكم من الفقره باخذ 5 اشخاص بس تمام والله لكم واحد واحد هنا سؤالين من عندي والسؤال الثالث من الجمهور يلا انا من الهاشتاج انا فالح انا استاذنت الاداره ودار ضني جوالي وحيكون السؤال الثالث الله يسلمك يلا من الهاشتاج إيه؟ ولا واحد واحد فيا شباب الاسئله يمكن هي إيه تحجيره اسمها تحجيره يعني توقع اي سؤال تمام خلاص يلا ف ها ما في حدود طيب لا عادي عندك التعليق احمد من الثلاثه من الثلاثه من الثلاثه يا شباب من الثلاثه لك واحد تجاوز السؤال تمام سكيب السؤال يلا 2-2 الحلقه هذه نعم انا بطلع فيها اي نعم تفضل هل هي مسجله ولا لايف لا لايف حلو عيني احنا برافو عليك سؤال جميل سؤال جميل يا شباب شباب يا غالي بعد قلبي احنا ما عندنا شيء اسمه تسجيل احنا نطلع لايف على طول تمام لان حياتي انا الاعلاميه احنا كلها احنا قانوننا مع الضيوف لايف حياتي الاعلاميه كل عمر الاعلام تفهم الوضع تفضل مرتبته الاعلاميه ترى فيصل جدا يا فيصل موقع احنا جايبينه نتعلم رجاء اعطوه جو تبغى لا والله اتعلم منك فيصل لكن انا منذ ولادتي الاعلاميه وانا لايف شغلي طب ليش تسال انا بسال لايف ولا تسجيل اذا كان تسجيل ماني خاش صفقه صفقه الاخوان لعبوا لايف لعبوا لايف انا معطيه خبر واضح مسترجل طيب يا شباب يلا يلا لا مو مسترجل اطلع لك 5 مسترجل لا اعطوني ثواني اعلمك المرجل الحين فكيت عقالي ومغطك على ظهرك طيب بسم الله الرحمن الرحيم نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا حياكم الله مشاهدينا الكرام نعم وضيوفنا في فقره تحجيره فقره خفيفه نستضيف فيها 5 من شباب الفرصه نناقشهم ونطرح عليهم اسئله مما تحبون ومما احنا شفناه خلال الايام الماضيه طبعا مع الاسف مع الأسف أبو روية خارج الحلقة هذا اليوم لكن في المرات القادمة أبو روية حيكون على رأس القائمة فنبدأ بسم الله مع ضيفنا الأول الغالي والعزيز الأستاذ علي الكلثمي النجم الكبير بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا شباب والله يا ابا جابر نحب نذكر جمهورنا العزيز انه السؤال الثالث حيكون من الهاشتاج الاخ علي ممكن راح اسال السؤال الاول من عندي والثاني من الهاشتاج والثالث يرجع عندي طيب حياك الله اخوي علي الله يسلمك نورنا اليوم في برنامج او فقره تحجيره نورك الله يسعدك حبيبي خلال الايام الماضيه اخ علي حبيبي في برنامج الفرصه ظهرت بعض الامور لنا احنا كبرنامج واداره برنامج ولي طبعا اداره فقرتي عفوا بين قوسين وبين نعم انا ما اتقمص دور غير دوري اداره فقرتي واذا جاتني والله جاني خصم الشك والله المهم فالامر انا اعوضك اذا اي ترى شيء شخصي ذا انا ضيف فاخوي علي رجاني شباب نبي طبعا رسميه عفوا يا شباب فنستضيفك اليوم نبي نسالك سؤالين خفيفه والسؤال الثالث من الجمهور عن بعض الاشياء اللي حصلت خلال البرنامج أولاً أخوي علي السؤال الأول وأتمنى تكون شفاف وصريح في إجابتك استأذن نعم فقرتك في وجهك نعم أتمنى من جمهوري العزيز أن يشاركونا على هاشتاج لنستفيد من أسئلتكم الجميلة نعم هاشتاج الفرصة 4 هاشتاج الفرصة 4 الأسئلة حتى تكون من الهاشتاج نعم الكلثمي أي نعم أخوي علي تفضل هل تشعر أو بالأصح هل علي متصنع للفكاهة وأحياناً تكون فيها سذاجة؟ شباب 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 بسم الله الرحمن الرحيم صلاة السلام على سيد المرسلين عرقت يدي هذا معليش استاذي سؤال ام توجيه مباشر او لا سؤال هل تشعر انه في سذاجه ولا لا انت والله اللي ملي الجو واللي الفله انت حق البرنامج حتى عطنا انا تبغى يعني شعوري انا كعلي اي نعم انا والله عايش وضع واقعيتي اي وعايش حياتي هذه تفضل وعايش حياتي هذه لا والله ما اشوف نهايه اوكي لا ما في سذاجه
طيب ان شاء الله اني ما اوصل للسذاجه بس الفكاهه يعني جميل يعني اسمع انت الحين صدق صدق الاجابه الوقت محدود الوقت محدود لا تسال مقدم لا تسال مقدم معليش اخوي علي لا لا برجع السؤال بسؤال معليش اسمح لي اخوي اخوي علي اخوي علي يقول لي ساذج يقول لي ساذج نعم دقيقه تفضل تفضل اخوي علي تفضل الحين الفقرات اللي مثلا تصير في البرنامج الهاديه اللي رتمها هادي هل نعتبرها فقرات مميته للواقعيه انا اتمنى تجاوبني على هذه الكلمه موجه لك مباشر اتمنى ما اعتبرها فقرات مثيره للواقعيه اول شيء انا شوف قدم يجاوب لا 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 عادي عادي بشر امور هو نقاش صح ولا لا 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 اريحيه اريحيه ما اعتبرها ما اعتبرها يعني هل تقتل الواقعيه لانها تاتي في خضم جو من الواقعيه والسوالف ثم تكون شطحات خفيفه ونرجع للواقعيه يا سلام عليك نعم. احنا برضو لا لا صاحب الفكاهه الدكتور اتمنى اتمنى خالي اتمنى خالي هذا الموضوع كان اكسبشن اتمنى ما توجه السؤال للمقدم ابشر بس انا ابغى ابين لك مثال اكزامبل حي ننتقل للسؤال الثاني اذا جاوبت لا لا بجاوب اتفضل انا الفكاهه برضو من اساسيات البرامج الواقعيه او من اساسيات الشخص ممكن ما تكتسب انت الفكاهه لكن انا اكتسبها فاقدمها طيب اخوي علي اخوي علي فضل. طب هذا السؤال استكمال للسؤال الاول لو طلب منك يا اخوي علي يعني نعم او لا بس لا لو اصبر اصبر تفضل لو طلب منك اخوي علي تخفف من الفكاهه شوي موافق ولا لا اسحب العقد واعطيه من العقد واقول لهم شكرا لك انا ما اعني انا ما اعني انا ما اعني انا ما اعني اتكلم عن يعني اتكلم عن كمتسابق كجمهور او اي شخص طلب منك تخفف كمتسابق ولا كجمهور كجمهور تخفف يعني كجمهور كراي عام لا ابدا انا زي طيب. ما انا قلت لان السؤال الثاني جواب السؤال الثاني اخوي علي لان جواب السؤال الاول انه انا ما قاعد اتصنع عشان اسمع الجمهور انه يعطيني او يوجهني او جميل. لا 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 انا طالع زي ما انا جميل جميل السؤال الثاني اخوي علي ننتقل هل تشعر ودعني اصدمك بهذا السؤال شوي في انه في اليوم الثاني من البث فصلت البث لعلك تذكرها هل ترى انها كانت لائقه بالاخ علي الكلثمي ولا لا معليش ايش هي فصلت البث فصلت البث في اليوم الثاني هل ترى أنها كانت جميلة في حق علي الكلثمي ولا لا؟ كيوم كامل أو فقرة؟ لا فصلت البث تتكلم عنه إيش فصلت؟ فصلت البث الأخيرة اللي كانت باللوكيشن الأخضر هل ترى أنها كانت جميلة؟ أنت تراوغ يا أستاذ فيصل هنا. نرجع لنفس الكلمة هل ترى أن الجلسة الهادية استمرار للسؤال الأول للسؤال الثاني هل ترى أن الجلسة الهادية المميتة الواقعية فشل؟ في شطحه بالسؤال اخوي علي انا اقول لك هل تليق بعلي الكلثمي ام لا فقط علي الكلثمي اتى لهذا الموضوع جميل صراحه جميله عز الله قيامك تصريحات جميله اخوي علي باقي جمهور باقي جمهور طيب يا شباب ننتقل يا شباب لسؤال الجمهور حبيبي وحنشوف مستر متشاركين ولا متسابقين الفوز؟ ايه ده الحين ترى الحين طلعنا فاصل من الفقره يعني شفت جواب علي كيف؟ بالله جواب علي هذا جواب متسابق ولا متشارك؟ لا لا الله ثم انه نجم من نجوم انا اقل لكم شانا وقدرا يا حبايبي ترى علي اعطاهم درس صراحه طيب اخوي علي هل ترى الفقرات الواقعيه اللي يمثل الواقع ما نقوم فيه حنا من عفوية هذا اللي يقصده استاذي انا نجم بالله كلمة باللي واسمعها جاتك الفرصة ولا لا لا تضيعها طيب شباب فاصل فاصل نجم بالله كلمة مني واسمعها جاتك الفرصة ولا لا لا تضيعها لا 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 تضيعها اخوي علي الله علي عدنا لكم مشاهدينا الكرام في الفقرة مع أخونا علي الكلثمي أخوي علي السؤال الموجه من الجمهور سؤال بسيط ومنتقى انتقاء في عندك برنامج أو تخطيط لبرنامج بعد برنامج الفرصة أم لا؟ بإذن الله وجاهز جاهز؟ جاهز تصريح قوي وجميل من أخونا علي الكلثمي حياك الله أخوي علي جميل وباذن الله انه راح يصعد على التبتن وبصرح تصريح رسمي تفضل ممكن يكون فيه اللي كتب الاتفاقيه الاستاذ علي برويه طبعا اختلاف اخوي علي من ضمن بنود العقد فقط على ايش؟ انه يسكن في الدور بالفندق الاقامه بالدور ال70 او ال75
هو ما عندنا الا ثلاث ادوار. اي نعم. اخوي علي ثواني. حياك الله اخوي علي، شرفتنا والله، وكان لقاء جميل، وتفضل بدنا ننتقل. شكرا لفقرتك الجميله. الله يسلمك. حيوا فيصل، حيوا فيصل حبيبي. انتقل للضيف الاخر، اخونا وحبيبنا فالح الدوسري، تفضل اخوي فالح. طيب حياك الله اخوي فالح، يا لبيك، منورنا في فقره تحجيره. نور نورك نافتاء. اتمنى باذن الله ان تكون فقره خفيفه عليك، وان شاء الله الاسئله بسيطه جدا وبتقدر تجاوب عليها وتاخذ راحتك بكل. ابدا انا تحت امرك من يدك هذه. طيب اخوي فالح، الشباب المتسابقين الفرصة كلهم واضحين من ناحيه اما انهم منشدين، شعار، كاستنج. اخوي فالح، انت جاي باي صفه للبرنامج؟ تفضل اخوي فالح. انت جاي بصفة البرنامج، يعني جاي بصفتك شاعر، ممثل، منشد، شخص جالس بس يمثل ببساطه. طيب سؤال، شخص ذب ذبات احيانا تكون حلوه احيانا مو حلوه، قل لي. طيب حلو، تفضل. بجاوب بس بجاوبها طويله شوي. خذ راحك. فالح قدم على برنامج فرصه؟ ما قدمت. ليش اتصلوا؟ حبيبي انت كيف؟ فالح انا استغربت من الاجابه ترى. الله يسعدك. شنو والله بسعدك؟ بس يا بروحه. طيب اخوي فالح، اخوي فالح اتعلم منكم والله، والله انا مستغرب الاجابه هذه كيف؟ بس حلوه. اخوي فالح والله فعلا، خذ الحكمه من ابوها. اخوي فالح، اخوي فالح، دعنا حتى لا نخرج عن سياق السؤال، لنصيغ السؤال بطريقه اخرى. انت يا فالح جاي البرنامج ايش تقدم؟ أكون معك صريح؟ إيه نعم. I don't know. لا تعلم؟ طيب أخوي فالح، أنا أتوقع أني أعلم يعني خطر قصير. طيب والله ما أدري، أنا عقدي طار مع قزازة والله. والله مو معي نسخة. لا دام قال كذا هو فالح. والله مو معي نسخة. فالح لبيك. هو في سؤالين لكني رجحت أحدها. فالح بعد البرنامج وين تبي تكون؟ إذا انتهى برنامج الفرصة إن شاء الله بعد 55 56 يوم من أعطاه عمر عافية، فالح وين يبي يكون؟ وين يبي يكون وصل بعد نهاية البرنامج أو نهاية البرنامج؟ إيش الفكرة اللي حاب لها؟ وين حاب تروح بعد نهاية البرنامج؟ بأي شخصية حتخرج؟ السؤال الثاني. هذا السؤال الثاني، تفضل. هذا السؤال؟ إي نعم. قلت لك كان في سؤالين رجحت أحد. أي أنا قصدي واحد السؤالين. تفضل تفضل. وين السؤال الثاني تبي ترجح؟ تفضل أخوي فالح. والله شوف، أنا أكون معك صريح. أنا أسعى للهدف. هنا شاركت في برنامجين الحين ومتفائل بالله سبحانه وتعالى ثم بذا البرنامج اني باصل باذن الله. حي اخونا فالح. طيب اخوي فالح، ننتقل لسؤال الجمهور. وياك لب عينك. وياك لب قلبك وروحك وعمرك وعينك اليمين. في سؤال حلو وين أبيه؟ في سؤالي لفالح، تقول إنك فاهم وأقدم بالإعلام من فلان، كيف وأنت لم تعرف بالإعلام؟ لا 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 قول الاسم. شكله مكتوب فلان كذا والله مكتوب. لا لا فلان والله مكتوب فلان. نجم فلان. صادق. شباب بعدين انتم يعني كيف تخشون على المقدمه؟ انا ودي اعرف. صح صح. علي علي، انت لم تعرف بالإعلام غير ايام معدوده ولم تقدم شيء يذكر. تفضل اخوي فالح. شوف اول شيء بقول المصطلح الرئيسي. اي نعم. انا قلتها من باب مزح. اي. واللي قلتها عليه عارف منها ومن عليه، لانه شخص اخو ولو يبي احد من عيوني ذي اعطيته. جالك سالح. حلو. لو انه غيره الشيخ يزيد. الشيخ يزيد الصغير. واذا هي في نعيد السؤال عشان تسمعونه. السؤال يقول، تقول يا فالح انك فاهم واقدم بالاعلام من فلان، كيف وانت لم تعرف بالاعلام غير ايام معدوده ولم تقدم شيء؟ يزيد ذكرتها. هذا السؤال امس من على عشان قلت انا اقدم منك اعلاما. هذه هنا يعني انت قلتها مزاح في النهايه، والدليل ان يزيد ناسيها الحين. تمام تمام. شكرا شكرا لك اخوي فالح، اجابه كانت واضحه وصريحه وشافيه. شرفتنا في فقره تحجير، وان شاء الله باذن الله موعودين في الايام القادمه. حياك الله. صراحه. طيب يتفضل معنا اخونا يزيد الزغيبي.
ونتمنى من الجمهور يبادرنا الأسئلة. حياك الله أخوي. شوف أولاً بس بيك تعطيني مساحة من الوقت. أبشر. خلنا نقدم. دقيقة بس لا لأنك أنت جبت في سؤال قبل شوي. أي نعم. بالشيء يذكر. طيب. اسمح لي. في ريالتي عندك أنا. هنا أنت ضيف مقدم. تبون هذه ولا ما تبونها؟ نحتاجها. طيب. أبليز أخوي أبو نايف اصبر علي. أول شيء حياك الله أخوي أبو نايف في فقرة تحجير. وبإذن الله زي الفقرة واضحة حيكون عندنا سؤالين والثالث من الجمهور وبإذن الله أسئلة خفيفة لطيفة يعني ما حت وحتأخذ راحتك في الإجابة زي ما طلبت نقطتك. لا بس أنا قبل الإجابات وقبل الأسئلة تفضل. قبل شوي الأخت هذا شو اسم الحساب اللي تكلمتها؟ أعتذر. لا دقيقة هذه أشياء. طيب وقدتهم شخصي. طيب اولا وقبل كل شيء والله ما يعني انا شخصيا داخل نفسي انا واثق وعارف ايش قدمت وايش ما قدمت وايش سويت وايش ما سويت وغير ذلك. اخوي فالح قامة اعلامية لا يمكن جهدها ونجاحي انا تصريح كبير. نجاحي انا لا يعني ان لازم فالح ينزل عشان يزيد يطلع او اي احد من الموجودين. القمة جميل حبيبي، القمة تتسع الجميع. جميل. السلام. حياك الله. حياك الله. طيب أخوي نبدأ بالسؤال أخوي زيد. طيب فيه بعض الفلاسفة تكلموا في كتبهم أو أجمعوا، يعني صعبة ترى صعبة يجتمع الفلاسفة على مقولة يقولك بعض الجمهور لا عقل له. هذه من ضمن اللي لا عقل له يعني. طيب. طيب اخوي لا اتمنى انك ما تعرض للجمهور كثير. لا انا ما اتكلم لك عن الشخص ده اصلا. لو في مصداقيه كان ذكرت حساب فلان فلاني ذكر كذا لا ما هذه يمكنك انت كتبها. اي نعم اخوي تفضل اخوي يزيد. طيب ارسل لك لي سام. يقول السؤال اخوي يزيد سام. الحين يزيد هل تشعر او بقول لك يزيد جاء للبرنامج صوته مو جميل في الانشاد مو بشاعر ولا هو زي ما قلنا ما هو منشد يقول عن نفسه انه كاستنج ما اظهر نفسه لحد الان كمقدم عندك يزيد اخوي ثواني لا عندك انت يزيد اخوي متى حنشوف او حنشوف شيء من المهارات اللي تقول انه طيب هذا السؤال لا بس دقيقة راعي ان انت برومبيك حق يزيد فلا تقصوا عليك لا 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 ما يقصوا عليه من حقه هذا في دائرتك انت من زاويتك انت تشوف بينما العالم انا منكشف للعالم بس انت زاويتك ونظرك يعني قصير شوي المدى معليش اعذرني استاذ شايل نظارتي لا يا حبيبي شايل نظارتي طبيعي خلاص ممتاز فنظرتك انت يعني انت الان انت منشد لا شاعر لا تحفظ شعر بس اي نعم وش بعد لي محاولات شعريه كاستنج انا المقدم معك في الفقره ما كاستنج احنا قاعدين نجملك بالفقره لكن انا اللي انا اقوله فقرتي جميله وضيافه انت لا استاذي لا عشان ما اشد معك شوي انا لا يهمني استاذ معليش انت سالتني سؤال السؤال يا استاذي مستفز لكن انا بقول لك انت لست كاستنج في نظري ولست شاعر ولست منشد في نظري انا اي نعم وانت تقيمني تقول انت لست كاستنج ولست يعني انا بس انا اخوي يزيد اخوي انا من ظهور الاعلام يمكن انت ما تخرجت من الابتدائي معليش ابو نايف انت اخذت السؤال يا ابو نايف من نصفه انا قلت لك ما انت بشاعر وهذه حقيقة صحيح؟ ولا انت بمنشد وش دريك تعرفني؟ ولا انت بمنشد معليش تعرفني؟ كم مرة ذكرنا التعريف في البرنامج ولم تذكر في إحداها أنك شاعر؟ لا نفيت؟ لا ولا صرحت؟ لا 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 الأصل فلا يعني فلا يعني عدم الوجود أستاذي لا نعم. أنا ما صرحت ولا نفيت أي نعم أنت أطلقت حكم علي نعم فهذا ما يصلح نعم أنت لازم تبخص الرجال ودائما ترى في مقولة يقول لك الرجال صناديق مغلقة لا يمكن فتحها نعم فصعب أنك تأخذ أو تبحث في خفر الرجل نعم هذه نصيحة حطها عندك طيب سام. شكرا لك أخوي طيب أخوي أبو نايف كونك كاستنج كما قلت بالأمس متى نشوف الكاستنج يعني إن شاء الله سؤال ويحق له حطنا إجابة طيب احنا ما شفنا الشاعر إن شاء الله يطلع احنا ما شفنا الشاعر ان شاء الله يطلع والمنشد ان شاء الله يطلع طيب. نبي نشوف الكاستنج هنا طيب انت ايش فيك ترتجف اول شيء
يعني لا لا لا, لا شوف ريقك ناشف شوي ليش؟ اي هدوء يا اخوك التوتر ترى ما يصلح يعني الموضوع ترى ما في والله عندي قسم بالله ايوه فشوف الانسان لازم شوف انت اذا جيت تقابل وبتطلق اسئله ناريه فاكيد اللي الواحد من حقه يدافع من حقه هذا الكلام فباذن الله انا ان شاء الله امشي على خطى ثابته نعم وعلى مسيره واضحه نعم وباذن الله على حسب ما خططت له وحسب ما اعددت له باذن الله تبي تشوفه ان شاء الله بعينك لان انا ما اؤمن بالكلام انا وانا هذا هدفي وهدف الجمهور وان شاء الله نشوفك كاستنج ومنشد ممثل نفسها وشاعر قريبا ونشوف المواهب المدفونه عند اخوي يزيد وبليز بليز 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 اخوي يزيد ممكن تعطي مقدم نظرته حتى يصير طويل النظر لا ممكن؟ انا اعطيتك اياها تحت الهواء انت اعطيتني اياها تحت الهواء انا اعطيك ارجع لك تحت مع الاسف اخوي يزيد هذا عدم التزام بالمبادئ وعدم سم هذا إيه شكرا شكرا يلا عشان تشوف زين شكرا ما تشوف انت تقول إيه عشان يصير طويل النظر نعم باقي سؤال الجمهور اخوي يزيد معلش 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 انا اسف سام طيب انا ارتبكت والله ان اروق مني ما في طيب بالعكس اخوي يزيد النوم. اخوي يزيد كيف تتجرأ وتقول بعض الجمهور لا عقل له بعض انا كيف اتجرأ هنا ممتاز كيف تقول كيف تطلق هذه العباره كيف تطلق هذه العباره اي انا اقول لك بعض اي نعم الجم... يا اخي ايش دخل كيف فلان وفالح وهذا واقدم منك اعلامي والله لا تعرفني ولا تعرف فالح سالتك انا جاوب الجمهور انا اقول لك إيه كيف تقول عن الجمهور لا عقل له بعض ما تحس لا, لا 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 شوف 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 انت لا تحطني يعني تحطني في اطار وقالب انا ماني فيه ماني موجود في هذا المكان نعم. لا اقول لك بعض اي نعم يعني كل الناس مسلمين كل الناس مؤمن كل الناس طيبين لا اي نعم يعني هذه الإجابة أنا أقول لك في نصف كذا في نصف كذا في نصف محايد أنا أقول لك في جزء وهذه من الجزء ما يحق لها تسأل مقايل بعض من البداية هذا كلام سؤال يقول بالهاشتاج انا حر يحق للجمهور لو قال كل الكل ضده ان يقرا كلام بالهاشتاج صح بس سؤال من الهاشتاج فيصل حبيبي فيصل حبيبي سؤالها خطا من البدايه خطا او صواب سؤال من الهاشتاج لا لا لا. ننتقل حياك الله اخوي ننتقل لاخوي سلطان الضيف الاخوي سلطان تفضل اخوي سلطان اي نعم حبيبي اخوي سلطان ومعنا الضيف الاخير حيكون الاخ احمد التوم اخوي سلطان سم سلطان نفسيه متقلب مزاجيا وهذا شيء ظاهر جدا في البرنامج سلطان ابى اسمع السؤال سلطان نفسيه ومتقلب مزاجيا احيانا تجده يضحك وفعلا احيانا تجده لا مكتم وهذا شيء ظاهر في البرنامج ودي نعرف السبب اخوي سلطان القائد يواجه ضغوطات هذا اجابه باختصار طيب ننتقل للسؤال الثاني القائد يواجه ضغوطات ننتقل للسؤال الثاني من الجمهور القائد يواجه ضغوطات سواء برا ولا داخل طيب ننتقل للسؤال الثاني اخوي سلطان اتمنى نشوف سؤال اخوي سلطان الحين يقول سلطان هل انت ملك هل انت ملك نفسك يعني هل انت مملك في سؤال اخي اجاب حق لك تجاوب السؤال عادي تقال السؤال ذي لي انا ماني قلت لك لا تكلم على السؤال سلطان ممكن جاب السؤال او نسوي له سكيب عادي هل انت انا سالت لا تروح انت وياه لا احد يجاوب انا خلني اجاوب انا سالتك من جاب لك السؤال من جاب لك الطاري سؤال جاني انا اسالك الحين سؤال من هاشتاج يحق لي السؤال عنه انا سالتك الحين تبي تجاوب جاوب ما تبي تجاوب سوي سكيب احمد صحيح شباب الحق واضح تماما الشباب ما لهم علاقه اخوي سلطان هذه الحجاب يحق لك انت تجاوب عليها وتجاوب السؤال هنا تجاوب السؤال اخوي سلطان رجال لا تعيق الفكره السؤال اللي بعد عشان يحصل طيب زين اخوي سلطان تفضل السؤال اللي بعد يقول السؤال اخوي سلطان ورجاء اخوي سلطان يعني تكون اكثر يعني احتراما للبرنامج والفقره المقدمه بليز اخوي سلطان طيب هل تشوف انه بعض التصرفات اللي قام بها سلطان تليق به في البرنامج مثل بعض التصرفات اي تصرف تحس انه كل التصرفات تليق بك في البرنامج ولا تحس انه في شيء بس هذا الجواب شوف حبيبي تحس انه في شيء ما كان يليق فيك شوف حبيبي انا لما اسوي الشيء ادرك واعلم
وموقن وش قاعد السلطان يسوي. جميل صدقني جميل. انا اسوي الشيء هنا اعرف ايش اسوي قبل ما اسوي، هل هذا صح ولا غلط؟ هذه اول نقطه. الشيء الثاني، هل انا مع فلان ومع فلان او مع الجميع؟ هنا السؤال. فلذلك انا عن نفسي اتكلم بلساني، انا اعتقد اني اسوي الشيء اللي يرضيني. جميل جميل، تصريح جميل من اخوي سلطان. طيب. حياك الله اخوي سلطان معنا، كانت فقره جميله، استمتعنا معك، حياك الله. اخوي احمد التوم الضيف الاخير تفضل معنا. مرحبا اخوي علي يا فيصل، ترى انا انسان مسالم. مرحبا اخوي، مشرفنا والله. الله يعافيك. حياك الله فقره تحجيره. سؤالين خفيفه، والسؤال الثالث حيكون في الملعب. انا اول شيء اهنيك على هالفقره. الله يسعدك والله العظيم، الله اهنيك على ادائك. الله يسعدك ما شاء الله، منورنا والله. مواجهه عدد من النجوم بهالطريقه والاتزان معهم، انت صراحه مبدع. الله يسعدك. وانا من الان من فنزات من افضل الضيوف والله اللي نورتها في البرنامج من ناحيه السمت والثناء على المقدم. يعطيك العافيه اخوي احمد. تستاهل احمد. البعض يقول انك لما تجي للجلسه تستاثر بالحديث، ما تعطي للشباب مجال، وكانك تقول انا حضرت لا يوجد لاحد مكان. اذا هذا الشيء مشاهد فاكيد ما حد حينتقد الا بشيء مشاهد، وممكن هذه من الاشياء اللي احاول اني اتجاوزها، لكن الفكره ان لدي الكثير لاقدمه في حياتي كلها. جميل. ولكن سأحصل على الاتزان في المستقبل إن شاء الله، ولن تتكرر بإذن الله في قادم الأيام. جميل جدا جميل جدا أخوي أحمد، بإذن الله يكون القادم جميل. وصراحة أنت في جعبتك الكثير ستفيد أبناء الشباب الفرصة. تاج راس. أبشر. طيب في سؤال يقول باختصار، سؤال بسيط جدا، من هو أحمد التوم؟ تعريف بسيط صغير. والله أحمد التوم مسلم بسيط تعلم الدين ورأى أنه يستحق الانتشار فساهم في نشره فقط. جميل. طيب أخوي أحمد التوم. الله يعافيك. أخوي أحمد التوم، اسمح لي بهذا السؤال. أنت بحسب ما سمعت ومصادري الخاصة أنك دعيت سابقا لبرنامج السوق. نعم. أو كنت بتشارك ببرنامج السوق ثم ترجعت عن المشاركة. إيش السر وسبب مشاركتك في الفرصة بكل صراحة؟ طبعا صحيح، أنا أول من دعي لبرنامج السوق كمقدم. فرفضت أن يكون مقدم واخترت أن يكون متسابق، لأن صاحب البضاعة من الأفضل أن يكون متسابق، حتى لو بعض الناس يظن أنها نزول رتم. أنا ماني جاي أدعو لقبيلتي ولا لإسمي ولا لأحمد التوم، أنا لا قيمة لي في مقابل رسالتي، وين مكان يفتح لي أقدم فيه رسالتي التي أؤمن فيها سأتحدث فيها. النبي صلوات الله وسلامه عليه زار كل الأماكن، فهذا الأول. فلما دعيت برنامج السوق كمقدم طلبت أن يكون متسابق فوافقوا، وبعدها صار فيه يعني عدم اتفاق على الشروط وانسحبت انا والشركه اللي كنا جايين هنا فيها يعني. جميل جميل جميل، يعطيكم العافيه. برنامج الفرصه برنامج الفرصه طبعا اتصلوا علي اكثر من شخص وانا وافقت فيه. ليش؟ لاجرب نفسي في هذا الميدان، ميدان برامج الواقع. ولما شفت الاسماء صراحه يعني عرفت اني ساستفيد كثيرا من الاسماء الموجوده. يعطيك الف عافيه اخوي احمد. شكرا ويسلم. حياك الله اخوي احمد، حياكم الله جمهور الكرام. كانت فقره خفيفه باذن الله، في الحلقه القادمه الفقره حنستضيف 5 نجوم اخرين. استمتعنا معكم جمهورنا الكريم، شكرا لكل من شارك وكل من جلس على هذا الكرسي. حياكم الله يا غالي، حياكم الله. الله يسعدكم. وفق حبيبي. صدق بيروح الإدارة. تعال فيصل معنا أنت. فيصل بيروح الإدارة. ما شاء الله تبارك الله. مرتجل قال مترجل. الله يجاب الغايب. عادي يا رجل.